كانت بحمد الله سبحانه وتعالى المحاضرة الأولى لشيخنا، قيمة جدا، ووفق الله سبحانه وتعالى مجموعة من الإخوة بكتابتها، تفريغها نصيا، وكذلك بكتابتها وكتابة ملخصات عنها، والحمد لله نشرنا مجموعة منها بحمد الله سبحانه وتعالى. لعلنا نبدأ الآن. شيخنا معنا، الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا البشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، وأهلا وسهلا بكم، اشتقنا لكم. بارك الله فيكم، حياكم الله، الله يكرمكم، أحسن الله الله إليكم. يحييكم، حياكم الله وبارك الله فيكم، ونشكر لكم مقدما محاضرتكم الرائعة في الأسبوع الماضي، والتي يعني كانت غنية فعلا بالفوائد، وحدث حولها كثير من النقاشات، والحمد لله سبحانه وتعالى الله وصلكم التفريغ النصي لها من بعض الإخوة المجتهدين، وكذلك الملخصات ما زالت تصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم القبول دائما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم شيخنا، بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم، حياكم الله، الله يبارك فيكم. آمين. ويكم. نبدأ بإذن الله شيخنا. إيه نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا في لقائنا السابق عن بعض المقدمات المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل وفضلها وثمراتها العظيمة والحث عليها وما جاء من النصوص حولها، ثم تحدثنا عن القواعد الفقهية، عن تعريفها وموضوع هذا العلم وثمرته وأهميته، وشيء من التمييز بينه وبين غيره من العلوم المقاربة له. سنحاول في محاضرتنا هذه، وهي الثانية والأخيرة، سنحاول أن نطبق القواعد الفقهية الكبرى على ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. والمقصود بالقواعد الفقهية الكبرى تلك الخمس التي ذكر جماعة من الفقهاء أن مدار الفقه عليها: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد الخمس تقريبا، أو يمكن أن نقول إن الفقهاء متفقون عليها، يختلفون في تطبيقاتها، يختلفون في القواعد المتفرعة عنها، يختلفون في بعض الفروع هل تلحق بهذه القاعدة أم بتلك، ولكنهم إجمالا لا يختلفون حولها. ثم هذه القضية الأولى، وهي قضية الاتفاق إجمالا حول هذه القواعد. القضية الثانية أن هذه القواعد يمكن أن يبنى الفقه كله عليها، أي يمكن أن تفرع من هذه القواعد الكبرى مجموعة من القواعد الفقهية التي هي أصغر منها، ومن هذه القواعد الفقهية يمكن أن تفرع فروعا فقهية لا تتناهى، وسيأتينا بعض التمثيل لذلك، ولا سبيل إلى الإحاطة به، لا في هذه المحاضرة ولا في محاضرات متعددة، لأنه كما أقول لك مدار الفقه على هذه القواعد. فيمكنك أن تفتح أي كتاب من كتب الفقه التي تعتني بالاستدلال العالي وتعتني بالنظر في القواعد والمقاصد ونحو ذلك، لا، تلك المدونات الفقهية التي تنظر إلى الفرع مستقلا عن
ما يشبهه. فإذا فتحت مثل هذه الكتب العالية فإنك ستجد لهذه القواعد حضورا في كل أو جل تلك الكتب بشكل أو بآخر. وبسبب من هاتين القضيتين فإن من الممكن أن نكتفي بتطبيق هذه القواعد الكبرى على مجال الدعوة إلى الله عز وجل أو على غيره من المجالات المختلفة، يمكننا أن نكتفي بذلك ونستغني به عن أن نتتبع القواعد الفقهية كلها وننظر في طريقة تطبيقها على تلك المجالات الدعوة أو غيرها. فإذا هذا مصور قوي لما سنقبل عليه بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة، ونسأل الله التيسير. إذن نبدأ بالقاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها، هذه هي الصياغة المشهورة لهذه القاعدة. وهذه القاعدة مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث وهو ثابت في الصحيحين. إذن حين نقول الأمور بمقاصدها نقصد بذلك أن جميع أعمال المكلفين وجميع أقوالهم وتصرفاتهم عموما يختلف الحكم الشرعي فيها بحسب اختلاف مقصود هذا المكلف وغايته التي يصبو إليها من وراء هذا الفعل أو هذا القول. أي الحكم الشرعي يتغير بتغير النية، وكذلك ليس فقط الحكم الشرعي ولكن النتائج العملية التي تبنى على هذا الفعل، ونقصد بذلك النتائج العملية الشرعية، النتائج التي تبنى عليه مبنية كذلك على قصد المكلف أي على نيته. وأنتم لا شك من خلال معرفتكم بعدد لا بأس به من فروع الفقه تعرفون أن لهذه القاعدة تطبيقات لا تحصى. فمثلا الفعل القتلي، فعل القتل شخص مكلف قتل آخر، فيمكن أن تكون صورة الفعل واحدة ولكن يكون الفعل في التوصيف الشرعي مختلفا جدا بسبب اختلاف القصد. فقد يكون القتل عمدا وقد يكون خطأ، والذي ينبني على العمد ليس كالذي ينبني على الخطأ. أولا من جهة الحكم الشرعي، يعني مثلا القتل الخطأ إذا لم يكن صاحبه مقصرا فلا إثم عليه، القتل العمد هذا فيه الإثم العظيم كما لا يخفى، هذا من جهة الحكم. من جهة إذن هل هذا القتل حرام أو ليس حراما إلى غير ذلك. ثم أيضا من جهة ما ينبني عليه، فالقتل العمد ما الذي ينبني عليه من جهة القصاص مثلا أو من جهة الدية أو من جهة كذا، وكذلك بالنسبة للقتل الخطأ. فإذا هذا ما أشرت إليه بقولي إن اختلاف القصد ينبني عليه اختلاف في الحكم نفسه في الحكم الشرعي، وثانيا خلاف في ما الذي ينبني شرعا على ذلك الفعل. نفس الشيء نأخذ فعلا آخر، مكلف أعطى مالا لشخص آخر، الصورة واحدة لكن القصد يختلف، فيختلف الحكم ويختلف ما ينبني عليه. يمكن أن يكون هذا الشخص قد قصد بذلك الهبة، أن يهب هذا المال لذلك الشخص الآخر فهذه هبة. يمكن أن يكون قصده القرض، فحينئذ يجب على هذا الشخص الثاني أن يرد القرض لصاحبه. يمكن أن يقصد أنه
يترك هذا المال عنده أمانة وديعة عنده، وحينئذ فذلك الشخص عليه أن يرجع المال، وهو مؤتمن عليه وضامن له إن حصل تقصير فضاع إلى غير ذلك. فالصورة واحدة لكن اختلاف المقصد ينبني عليه اختلاف كبير في الحكم والأثر. كذلك صورة الزواج مع النكاح مع السفاح، قد تكون الصورة واحدة، قد تكون الصورة واحدة، رجل مثلا يعطي مالا لامرأتين، يعني يمكن أن نفترض صورا مختلفة، مثلا قد يغيب الولي كما في بعض المذاهب إلى غير ذلك. يعني يمكن أن نسعى إلى توحيد الصورة بين النكاح والسفاح، ولا يكون المغير للحكم والأثر سوى القصد، القصد هو الذي يغير. وهكذا في أمثلة لا تحصى وتندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. طيب مثال آخر، شخص التقط شيئا وجده في الشارع، التقطه بنية أن يعرف به، فإذا جاء صاحبه رده إليه، هذا لقطة جائزة. أخذه بنية أن يأخذه لنفسه وأن لا ينشغل بتعريف به ولا أي شيء، يكون نوعا من الغصب ومن السرقة وهكذا. ثم هذه القاعدة الكبرى تنبني عليها قواعد كثيرة جدا، قواعد فرعية، من ذلك مثلا قاعدة العبرة في العقود بالمعاني، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولها صيغ مختلفة، وهذا أمر مهم جدا في العقود وتطبيقاته كثيرة جدا، بحيث العبرة ليست فقط بما يقال بالألفاظ التي تقال، ولكن بما يقصده القائل، ما يقصده المتعاقدان. فهذا تضييق للقاعدة الكبرى إلى مجال العقود. كذلك في الأيمان يذكرون قاعدة، اليمين على نية الحالف، وهنالك يعني قواعد كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة، مثلا النية تعمم الخاصة وتخصص العامة وهكذا. يمكن أن ترجع مثلا إلى مجلة الأحكام العدلية أو إلى كتب الأشباه والنظائر وتبحث عن القواعد التي فيها لفظ النية أو القصد أو المقاصد وما أشبه ذلك. طيب الآن ننظر ما التطبيقات الدعوية التي يمكن أن نجدها لهذه القاعدة، لقاعدة الأمور بمقاصدها. التطبيق الأول، أننا كنا قد ذكرنا من قبل في تعريف الدعوة إلى الله أنها قربة، أي أنها عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الدعوة قربة وعبادة فلا بد فيها من نية لينال صاحبها الأجر، وهذا مهم جدا. فمن يمارس الدعوة في ظاهر الحال ولكن ليست له نية بأن يكون فعله هذا يتقرب به إلى الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا لا يؤجر على فعله، وإن كان فعله في ذاته متعديا النفع إلى خلق من الناس. ولذلك قد يوجد والعياذ بالله تعالى من العلماء أو من الدعاة من يكون سبباً في دخول خلق من الناس إلى دين الله عز وجل، أو على الأقل إلى خروجهم من المعصية إلى الطاعة والتزامهم واستقامتهم على الدين الصحيح، يكون سبباً في ذلك ولا ينال هو من أجر ذلك وثوابه شيئاً، بل والعياذ بالله تعالى قد يكون الأمر أخطر من ذلك، قد يكون كما يذكرون من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله.
فلا بد إذن من الإخلاص، وقضية الإخلاص هذه تدخل في الأعمال كلها، إذ لا كما لا يخفى عليكم من البدهيات المعروفة بالشرع أنه لا العمل لا يمكن أن يقبل إلا بركنين كبيرين، الإخلاص أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، والصواب أي أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يهمنا هنا هو النية، فلا بد من النية. وإذا هذه مسألة في غاية الأهمية. لما هي في غاية الأهمية؟ لأن الكثيرين قد يغفلون عنها في خضم عملهم الدعوي، لأن العمل الدعوي بطبيعته تدخل فيه أشياء كثيرة تتشابه مع أعمال أخرى ليست من قبيل العبادات. يعني مثلا فيها الدعوة، مثلا فيها خطابة، إلقاء كلمات، وإلقاء الكلمة لا يلزم أن يكون عبادة، فيمكن أن يلقي الكافر كلمة ويمكن أن يخطب الفاجر خطبته. مثلا الدعوة إلى الله عز وجل فيها الحوار، والحوار كذلك لا يلزم أن يكون عبادة، وهكذا. فمكونات الدعوة ليست خاصة بالعبادة وليست متمحضة في معنى التعبد، بخلاف الصلاة مثلا، السجود، الركوع، الذكر، هذه أشياء لا تكون إلا عبادات، فهي متمحضة في العبادة. فبما أن الدعوة على هذه الصورة أي يمكن أن تجتمع وتشترك مع أمور أخرى خارج دائرة العبادة، بل قد تكون خارج الدين كله، لأجل ذلك فالعامل في مجال الدعوة قد يغفل عن معنى كونها قربة يتقرب بها إلى الله، فيغفل عن الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قد يجلس فلا يفكر إلا في كيف ألقي الكلمة، كيف أتكلم أمام الناس، كيف يظهر كلامي بأنه مقبول، كيف أرضي الناس بكلامي، يعني لا يكاد يفترق في ذلك عن خطيب التنمية الذاتية أو التنمية البشرية وعلوم الطاقة نحو ذلك الذين همهم إرضاء الناس. لا، ينبغي أن يكون همك الأكبر إرضاء ربك سبحانه وتعالى، فإن جاء في ضمن ذلك إرضاء الناس فهو نعمة، وإن كان إرضاء الله أو عفوا إن كان إرضاء الناس لا يكون إلا بما يسخط رب العزة سبحانه وتعالى فلا حاجة بنا إلى رضوان الناس. لو سخط الناس كلهم ورضي الله عز وجل فذلك هو المطلوب، المطلوب هو رضا الله عز وجل. هذه معاني مهمة جدا، وهي بدهية، ما أنا لا أخبركم الآن بشيء جديد لا تعرفونه، هذا من قبيل التذكير فقط، ولكن مع كونه بدهيا معروفا عند الجميع، كثير من الناس، لا أقول غالب الناس، لكن كثير من المشتغلين بالدعوة، ويدخل في هذا الدعوة بمعناها العام، الذين ينظمون الأعمال الخيرية، الذين ينظمون محاضرات، الذين يشتغلون في مواقع التواصل، الذين ينشرون الكلام الطيب، جميع كل من يعمل في هذا المجال عليه أن يتفقد نيته بين الفينة والأخرى. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني على الداعية إلى الله عز وجل أن يحذر أشد الحذر من أن يظهر نفسه على حساب غيره من الدعاة. واضح؟ بمعنى عليه أن يحذر من شهوة خفية نبه عليها كثير من أهل العلم وخاصة المشتغلين في مجالات السلوك، شهوة خفية، وهي أنك حين تكون تتكلم أو تكتب فبطرف خفي لا يكاد يتفطن له إلا القلة من الناس تظهر أن ما تقوله أنت صواب وعلم و يعني مبني على الكتاب والسنة وفيه تأصيلات علمية رائقة إلى غير ذلك، وأن من يخالف وربما قد لا تذكر اسمه لكي لا تتهم بأنك تطعن في فلان أو علان، لا قد لا تذكره، لكن من يخالف في هذا، الذين يقولون خلاف هذا كذا، هؤلاء عندهم جهل أو ضعف علمي أو
خلل منهجي أو غير ذلك. بعبارة أخرى، أنت تبني دعوتك على أنقاض دعوة غيرك. الكلام ليس عن أن يكون هؤلاء الغير هم من الضلال، من المبتدعة، من الفجرة، لا، كلامي عن أناس بينك وبينهم بعض الخلافات الاجتهادية، ولكن أنت من حيث تشعر أو لا تشعر، لأن هذه الأمور أمور القلوب باطنة جدا لا يكاد يتفطن لها إلا من نقب عنها، من حيث تدري أو لا تدري أنت تطعن في الآخرين بقلة العلم وضعف العلم، وتظهر نفسك بخلاف ذلك لكي تظهر نفسك على أنقاضه. وينبني على هذا أن هنالك فرقا جوهريا بين النصيحة والتعيير، قد تكلم العلماء قديما في هذا. فحين ترى الداعية الآخر مخطئا في شيء فلا بأس أن تنصحه، بل نصحك إياه مطلوب شرعا، الدين النصيحة. ولكن أن تنتقل من هذه النصيحة الواجبة إلى التعيير المذموم بأن تعيره بالجهل أو أن تعيره باختلال العقيدة أو أن تعيره بسوء المعرفة بالواقع أو إلى غير ذلك من الأشياء، هذا تعيير وليس نصح. وهذا التعيير إنما يأتي من الأصل الأول الذي ذكرته لك، وهو أنك في الحقيقة لا تعيره لأجل التعيير، وإنما ما فائدة أن تعيره؟ ماذا تستفيد أنت من تعييره؟ تستفيد أنك ترتفع بنزوله، واضح؟ فطنت أو لم تتفطن، أنت ترفع من نفسك وتعلي من شأنك ومرتبتك بإنزال غيرك، وهذا يقع للكثيرين. وللأسف هنالك من يقع له هذا، ليس فقط مع المعاصرين له بل مع المتقدمين عنه، وهذه آفة أعظم، بمعنى أنه لا يحلو له أن يؤصل تأصيلا علميا أو دعويا أو وعظيا إلا بأن ينسف جهود من جاءوا قبله، فيقول لك كل ما قرأته في الكتب هذا انسه وأقبل على ما أقوله لك، ما يقوله الوعاظ الآخرون جهالات وخرافات، ائتني لأحدثك بالوعظ المحمود، ما يذكره لك العلماء الآخرون إنما هو اختلال في العلم وفي المنهج، خذ مني العلم على أصوله، وهكذا. طبعا الحل لا يقولها بهذه الطريقة، لأنه إذا قالها بهذه الطريقة يفتضح، لكن حين تتأمل في، يعني تترجم، خذ كلامه وترجمه ستجده هذا الذي ذكرت لك الآن. إذن هذه مشكلة في ماذا؟ مشكلة في النية، الأمور بمقاصدها. وهنا مسألة تلتحق بهذا الأصل، لأن أقول لك الآن، قلت لك ماذا؟ قلت لك بأنه عليك أن تسأل، لا تنسف جهود الآخرين لكي تعلي من جهودك أنت. فإذا يمكن أن يقول قائل بناء على هذا الذي ذكرته لك، المهم هو أن يظهر الحق، سواء ظهر على لسان غيري من الدعاة أو ظهر على لساني أنا، واضح؟ هذا ممكن، ممكن أن تقول هذا الكلام، قد ورد هذا في كلام الشافعي وغيره من أئمة السلف، أنهم عند الحوار يقول لا يهمني كثيرا أن أنتصر أنا، أن تظهر حجتي أنا على حجة غيري، لكن المهم ما هو؟ هو أن يظهر الحق على لساني أو على لساني محاوري، لا يهم. هذه مرتبة من الإخلاص عالية جدا. ولكن هل فعلا هذا صحيح على إطلاقه؟ هل فعلا من الصحيح أن يقال ليس المهم أن يظهر الحق على لساني أنا، وإنما المهم أن يظهر على لساني أو على لسان غيري؟ ينبغي أن يقيد هذا بشيء، وهو أن هداية الناس على يديك
مما ينبغي أن يتنافس فيه. هذا من مواضع التنافس، التنافس الشرعي المحمود. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهو حديث ذكرته لكم في المحاضرة الأولى. فإذا ليس المقصود فقط أن يهتدي فلان زيد من الناس، لكن كونه يهتدي على يديك هذا عندك فيه أجر عظيم جدا، لأنه لو اهتدى على يد غيرك لكان لغيرك الأجر ولم يكن لك في ذلك عظيم أجر، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن نقيد هذا الأصل الذي ذكرنا بكون ذلك في النية والقصد فقط، قضية مرتبطة بالنية. وإذا جاء الأمر إلى المنافسة الشرعية فنعم أنا أسعى إلى أن يهدى الناس على يدي، ولي في ذلك مقصد مشروع، لأن في ذلك أجرا وثوابا عند الله عز وجل. لكن إن كان هذا لا يتحقق إلا بأن يعني أنسف الآخر وأهجمه وأطعن فيه وأعيره فلا ولا، لا يكون ذلك، لكن يبقى الأمر في القصد. ولذلك هذا المبحث كله، القاعدة ما هي؟ الأمور بمقاصدها. هذا المبحث كله قلبي، مبحث قلبي، ومن جهة الصورة الظاهرة الأمور جيدة كيفما فعلت، لكن الذي يميز إنما هو ماذا؟ الذي يميز هو الأصول القلبية. من القضايا والتطبيقات المهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها قضية المال، المال في الدعوة. هل أحتاج إلى التذكير بأن المال عصب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لا سبيل إلى إقامة دعوة راشدة منتشرة قوية إلا بالمال؟ المال سواء الذي يأتي من جهة المحسنين الذين يعني يتبرعون بذلك لوجه الله عز وجل، أو المال الذي يكون بطريقة أوقاف معينة أو استثمارات أو نحو ذلك، لكن في جميع الأحوال لا بد من المال. فإذا المال لازم في الدعوة، بل يمكن أن يقال أيضا إنه لا إشكال في أن يأخذ المتفرغ للدعوة أو لنشر العلم أن يأخذ شيئا من المال لنفسه، وهذا أصل فيه كلام فقهي معروف، فيه شيء من الخلاف، والقول المعتبر الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره خاصة في أزماننا هذه هو جواز ذلك. لما أقول خاصة في أزماننا هذه؟ لأنه في الأزمنة السابقة كان هنالك شيء اسمه الوقف، الأوقاف، كانت الأوقاف دارة، وكان أهل الخير والإحسان أهل الأموال يأتون فيقفون أوقافا طائلة على العلماء، على المدرسين، على محفظي القرآن، على الوعاظ الذين يعظون في المجالس، على القائمين على مدرسة من المدارس الشرعية، على كل مشتغل في مجال العلم والدعوة. هذه الأوقاف هدمت في مرحلة الاستعمار وما بعده، ولم يبق منها إلا الرسم، الاسم والرسم فقط. تجد بعض الوزارات تسمى وزارة الأوقاف، إنما تشتغل بالأوقاف القديمة، أما أن يوجد وقف جديد هذا لا يكاد يوجد. واضح؟ حين هدمت هذه الأوقاف العلماء والدعاة إلى الله عز وجل والدعوة كلها، من الذي سيقوم بها؟ إذن المال لا بد منه في الدعوة، ولكن ينبغي الحذر من أن يكون المال غاية عند القائمين بالشأن الدعوي، أي بدلا من أن يكون وسيلة إلى إقامة صرح الدعوة إلى الله يصبح غاية في ذاته، فيصبح هذا الذي يدخل في مجال الدعوة إنما يدخل إلى هذا المجال ليكتسب من وراء ذلك مال. هذا إشكال،
هذا ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ القصد، النية. لذلك هذا يدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن الذي يدخل إلى مجال الدعوة ويأخذ أموالا، وقد تكون أموالا طائلة، بل يأخذ منها شيئا لنفسه يعيش منه، ومع ذلك لا يكون قصده بالدخول إلى الدعوة إلا نفع المسلمين، قصده نفع المسلمين، قصده التقرب إلى الله عز وجل، ويأخذ من المال ما يكفيه. هذا لا إشكال فيه، نفس الصورة، لكن هذا الشخص قصده هو هذه الأموال التي يحصلها. حينئذ ينتقل الحكم من الإباحة إلى التحريم. هذا بالنسبة للمال. قضية أخرى مهمة جدا في عصرنا وهي الشهرة، لأن شهوة المال على أهميتها هنالك ما قد يكون أهم منها في بعض الأحيان، وهو السطوة والجاه عند الناس، ما يسمى في عصرنا الشهرة. الشهرة هي الجاه، ما كان يسمى جاها قديما. وشهوة الظهور مهمة جدا ومتحكمة في كثير من القلوب، ولذلك قالوا قديما شهوة الظهور تقصم الظهور، أي أن هذه الرغبة في الظهور أمام الآخرين والتبريز عليهم تقصم ظهر صاحبها والعياذ بالله تعالى. ما قلناه في المال نقوله في الشهرة. قلنا المال لازم لكن يجب الحذر، نقول الشهرة أيضا لازمة أو على الأقل مطلوبة إلى حد ما، ولكن يجب الحذر. لما هي مطلوبة؟ لأنه لو خيرت بين أن يكون عندك من الذين يعرفونك 100 وأن يكون الذين يعرفونك 1000، لو خيرت بينهما بالنظر إلى التأثير الدعوي، لا بأي اعتبار آخر، لأنه يعني يمكن بالاعتبارات الأخرى أن أقول أنا أفضل أن لا يعرفني أحد أصلا، واضح؟ لكن باعتبار التأثير الدعوي لا أشك أن يكون عندك 1000 أفضل، أن يكون عندك 1000000 من المتابعين ومن المعارف أفضل، لأنه حينئذ حين تقول الكلمة الواحدة إما أن تنتشر بين 100 من الناس، وإما أن تنتشر بين 1000000 من الناس. فبجهة التأثير الدعوي لا شك أن الشهرة مطلوبة، ولذلك نحن نقول نعم الشهرة مطلوبة وهي حسنة للداعية، ولكن مع الحذر، لأنه إذا صرت إنما تدعو إلى الله عز وجل لأجل هذه الشهرة فحينئذ لم تحقق شيئا من المقصود، وانقلب الأمر عندك إلى ضده، أي انقلبت هذه العبادة والقربة انقلبت إلى معصية والعياذ بالله تعالى. يعني هذه مرة أخرى راجعة إلى القصد والنية وهي أشياء قلبية، ولكن هنالك بعض الإشارات التي يمكن أن تبرز على السطح فتدلك على أن القضية ليست بقصد حسن، على أن قصدك إلى الشهرة مطلوب. من بين الإشارات أن تتكلم فيما يرضي الجمهور، هذا يفعله للأسف كثير من الناس، كثير من الدعاة يفعلونها، بمعنى تقول بمصطلح الذي يستعمله المصريون تطبطب على الجمهور، تدللهم، لا تغضبهم، لا تسخطهم، تحرص أشد الحرص على رضاهم، فتثير من الموضوعات ما يتقبلونه، وتتجنب من الموضوعات ما تخشى مغبته عليك أو على دعوتك. حينئذ أنت تسعى إلى الشهرة لا إلى رضا الله عز وجل، وهذه الشهرة في هذه الحالة مذمومة. وهذا شيء كان قبل مواقع التواصل كان موجودا، كان بعض الدعاة
يشتهرون اشتهارا بالغا لأنهم يرضون الجمهور بأقوالهم بكلامهم بتمييعهم الفقهي بتساهلهم بنسبيتهم في الحق. الحق لا يوجد حق مطلق، إنما كل شيء حسن والطوائف كلها جيدة والمذاهب كلها حسنة، وافعل ما شئت وكل ما يمكنك أن تتصوره من المحرمات الفقهية يمكن أن أنفي عنك فيها الحرج، وهكذا. النتيجة يتابعهم الناس بالملايين. كان هذا قبل مواقع التواصل، وأثمر للأسف نتائج خطيرة. لكن بعد مواقع التواصل ازداد الأمر ضغطا على إبالة كما يقال، فصار عندنا حقيقة، لأن مواقع التواصل من خصوصياتها أن القدرة على الإحصاء المباشر، أنت تعرف بشكل مباشر حين تقول الكلمة كم وافقك عليها وكم عارضك وهل انتشرت أم لم تنتشر، وعندهم جهد خطير جدا في مجال الإحصاءات. هذا لم يكن متحققا قديما، لأنك تنتج الشريط السمعي مثلا فتنتظر، تنتظر شهورا لكي تعرف هل انتشر انتشارا جيدا أو لم ينتشر. الآن لا، في الوقت الذي تكتب تعرف هل الناس يتابعون أم لا يتابعون. فهذه خطيرة جدا، لأنه ظهر عندنا جيل من الدعاة ممسوخي الهوية. لا أتكلم عن الهوية الدينية العامة، لكن أتكلم عن الهوية الدعوية. الداعية ينبغي أن تكون عنده مبادئ يرجع إليها، أن تكون عنده مرجعية يفيء إليها، أن تكون عنده أصول وثوابت لا تتزعزع راسخة. وإن كان الناس كلهم ضد مبادئه فإنه يصدح بالمبدأ ويقول ما يعتقده حقا، أصاب أو أخطأ لا يهم، ليس كلامنا الآن في هذا. لكن أن تكون يعني تميل مع رغبات الجماهير، لا. ولذلك أنا كنت قد كتبت منشورا عن الذين يسمون بالمؤثرين، ويراد لهم أن يكونوا بديلا عن الدعاة إلى الله عز وجل، خاصة أن كثيرا منهم عنده نوع استقامة والتزام وتدين وكذا، فلا يقول لك الدعوة الجديدة هي هذه، هو ما يسمى بالمؤثرين. وأنا كنت قلت مؤثرون بالإنجليزية هي الانفلونسرز، الانفلونسور بالفرنسية. فكنت قلت هؤلاء في الحقيقة عند التأمل في فعلهم ليسوا انفلونسرز، وإنما هم سيرفرز، سيرف ركوب الأمواج الركمجة كما يقال. هؤلاء يركبون على موجة ما يريده الجمهور. ولذلك لاحظ معي، حين يكون الأمر متعلقا بقضية يمكن أن تغضب الجمهور تجده لا يتكلم فيها، حين يريد الجمهور موضوعا معينا فتجدهم يتكلمون ويحشدون وينشرون وكذا، يرضون الجماهير، يرضون الحكام، يرضون أصحاب السلطة. قل منهم من يقول الحق مطلقا، مطلقا ولو على يعني ولو أدى به ذلك مثلا إلى أن يفقد جمهوره، أو على الأقل مثلا. ولذلك تجدهم مثلا لا تكاد المواقع التواصل تنبههم أو تبلغ عن صفحاتهم أو توقفها أو غير ذلك، وهذا يقع لأحد الناس كثيرا. لكن هؤلاء تجدهم لا يتطرق لهم أحد. لما؟ لأنهم في الحقيقة حريصون على تلك الشهرة أكثر من غيرها. وأنا في الحقيقة يعني لا أقول هذا فقط من منطقي مشاهدة بعيدة، لكن عرفت أناسا وجاءتني أخبار عن قوم يعني وصل بهم الاهتمام والاحتفاء بالشهرة وبعدد المتابعات وعدد الإعجابات إلى مرتبة خطيرة جدا، تشبه أن تكون من قبيل المرض النفسي حقيقة. على كل حال موضوع طويل. فإذا القصد، النية في مجال الشهرة. يمكن أن نذكر أيضا من التطبيقات، لا أريد أن أطيل أكثر، هذه القاعدة الأولى فقط. من التطبيقات أيضا تحسين الظن، إحسان الظن عند ماذا؟ عند الخلافات بين الدعاة.
والخلافات بين الدعاة وارد لاختلاف مشاربهم، توجهاتهم، مذاهبهم، اجتهاداتهم إلى غير ذلك. فيمكن أن يأتيك أن فلانا من الناس يخالفك في كذا، أنت تخالفه، بل يمكن أن يقع بينكم ردود. لكن إذا كان قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تحرص أشد الحرص على أن تحسن الظن به، بذلك الداعية الآخر. فإذا قال قولا تأمل قوله واحمله على أحسن المحامل، وقل لعله أراد، ولو بتكلف، لا يهم، التكلف في هذا المقام مطلوب، لعله أراد، لعله قصد، لا لم يقصدني بهذا الكلام، لم يريد، لم يخالف العقيدة، لأنه يمكن أن أتكلف له شيئا ما فأحمل كلامه على ما يوافق العقيدة الصحيحة، وهكذا فأحسن الظن به. لما؟ لأن قصدي أن أرضي الله سبحانه وتعالى، وقصد ذلك الداعية هو القصد نفسه أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فالأصل أن نتفق لا أن نفترق ونختلف، وهكذا. إذن الأمور بمقاصدها تطبيقاتها كثيرة جدا. ننتقل إلى القاعدة الثانية لكي لا نطيل. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مشهورة جدا، وأدلتها كثيرة. من أدلتها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام مسلم وغيره: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الجمهور يأخذون من هذا الحديث أن من كان على طهارة متيقنا من ذلك، فإنه إن شك في انتقاض طهارته فلا يعدل عن اليقين إلى الشك، فلا يعدل عن المتيقن منه إلى المشكوك فيه حتى يأتيه يقين في ذلك. لما؟ لأن القاعدة ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. عندك يقين أنت تستمر عليه وتستصحبه وتبقى على هذا الأصل، أصل اليقين، إلى أن يأتي يقين مثله ليرفعه، أو على الأقل غلبة ظنه، لا أن يأتي ماذا؟ لا أن يأتي شك، فهذا الشك لا يعتد به. طبعا الحال أنتم تعرفون أن المالكية يخالفون في هذا الحكم الفقهي، فعندهم من نواقض الوضوء الشك، كما قال ابن عاشور: والشك في الحدث كفر من كفر، ضمن نواقض الوضوء. فإذا عندهم أن من كان على يقين طهارة وشك هل أحدث أم لا، فإن هذا الشك ناقض للوضوء، فعليه أن يتوضأ. فهل معنى ذلك أنهم يخالفون في القاعدة؟ لا يخالفون في القاعدة. قاعدة اليقين لا يزول بالشك مستقرة عند المالكية أيضا، وإن خالفوا في هذا التطبيق الفقهي. لما؟ لأنهم ماذا يقولون؟ يعملون بالقاعدة فيقولون: الأصل في هذا الذي كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث، ما الأصل فيه؟ الأصل أن ذمته كانت فارغة، عفوا، أن الأصل أن ذمته كانت مشغولة بوجوب الصلاة، واضح؟ ذمته كانت مشغولة بوجوب الصلاة، فهذا هو الأصل. الأصل الثابت اليقين هو أن الذمة مشغولة بوجوب الصلاة، أن الصلاة واجبة عليه، فلا يمكن أن يرتفع هذا الأصل إلا بيقين، إلا بيقين، واضح؟ وهذا اليقين ما هو؟ هو طهارة متيقنة يمكن بها أن ننتقل من حالة يعني الشك في الصلاة إلى حالة وجوبها، واضح؟ بعبارة أخرى، اليقين لا يزول بالشك، هذا متفق عليه عند المالكية وعند غيرهم. لكن عند المالكية ماذا يصنعون؟ يجعلون القضية ليست مرتبطة بالطهارة، وإنما يجعلونها مرتبطة بالصلاة نفسها، فيقولون: الأصل أن الصلاة واجبة عليك، فهي تبقى واجبة عليك
ولا يرتفع هذا الوجوب إلا بأن تأتي بطهارة متيقنة، فلا بد من أن تتطهر لتسلم لك الصلاة. فجعلوا الكلام في قضايا اليقين والشك مرتبطا بالمشروط الذي هو الصلاة لا بالشرط التي هي الطهارة. بغض النظر عن صحة تأصيل المالكية أو عدم صحته، هذه مسألة فقهية لا تهمنا الآن، لكن الذي يهمنا أنهم متفقون على ماذا؟ على هذا الأصل أو على هذه القاعدة. وإذا تجاوزنا هذا المثال، مثال الطهارة والصلاة، أمثلة ذلك كثيرة جدا. يعني مثلا في الديون، إذا جاء شخص وثبت دين له على شخص آخر، الأصل هو بقاء هذا الدين، ولا يرتفع هذا الأصل إذا كنا قد شككنا في وفائه بالدين. يعني نحن متيقنون من وجود الدين، لكن نشك في كونه قد أداه، ماذا نصنع؟ نبقى على الأصل، على اليقين، فنقول الدين باقي. وهكذا يستعملها القضاة كثيرا في المنازعات فيما بين الناس، يقول لك الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا هذه إحدى القواعد الفرعية المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه طريقة لي للتعبير عن هذه القاعدة. أيضا من القواعد المتفرعة قولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، هذه صياغة أخرى. من ذلك قولهم الأصل براءة الذمة. ومن القواعد الأصولية أو من الأصول المعتبرة عند الأصوليين الاستصحاب. والاستصحاب ما هو؟ هو بقاء ما كان على ما كان، استصحاب الأصل، استصحاب براءة الذمة، استصحاب البراءة الأصلية، وهكذا. قواعد الاستصحاب كلها راجعة إلى هذا المعنى، وهو استصحاب المتيقن فيه والإبقاء على الشيء اليقيني الذي لا يرتفع بمجرد الشك. مثلا الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها، واضح؟ وهكذا. طيب مثلا في مجال النكاح عندهم قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، هذا هو. لا عبرة بالتوهم، لا ينسب إلى ساكت قول، الأصل في الأشياء الإباحة، هذه عند الجمهور خلافا للمعتزلة، إلى غير ذلك، قواعد كثيرة جدا. الآن ننظر في بعض التطبيقات الدعوية. من التطبيقات أنه إذا وجد الداعية شخصا من أهل العلم والفضل والسابقة في الدعوة إلى الله وفي الاستقامة وفي نشر العلم ونحو ذلك، فالأصل ثبوت عدالته، هذا يقين عندنا. جاءنا كلام في هذا الشخص، تكلم فيه، تهم بفسق، تهم بفجور، تهم في ذمته المالية، تهم بأي شيء، الأصل عدم تصديق ما يقال فيه ووجوب حمل ما يريد علينا من أقوال أو أفعال يفهم منها خلاف الأصل، وجوب حمل ذلك على أحسن المحامل. واستعمال القاعدة التي ذكرها الذهبي وغيره من المترجمين من أهل العدل أنهم يقولون في مثل هذا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أخذا أو اقتباسا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى الماء الكثير إذا بلغ قلتين، الماء الكثير لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه النجاسة القليلة التي يمكن أن تقع فيه. فلذلك هذا رجل عالم داعية، يعني
أمضى عمره في الدعوة إلى الله، حامل لكتاب الله، مشتغل بالتأليف، مشتغل بكذا، فيأتيك أنه أخطأ في مسألة أو حتى ارتكب محرما ولو ثبت عندك بيقين، فضلا عن أن يكون إنما هو شك قيل هذا، تسقطه لأجل ذلك؟ لا يمكن. واضح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو أن الرجل عدل، الشك أن عدالته خرمت. واضح؟ فهذه قاعدة مهمة جدا، وعلى أهميتها وعلى وضوحها فكثير من الناس يخطئون فيها للأسف الشديد، خاصة عند اختلاف المذاهب العقدية أو الفقهية أو نحو ذلك، أو تباعد الديار، تجد يعني صار يعني في بعض الأحيان يعني كأن الغيبة صارت مباحة حقيقة، مع الغيبة من الكبائر أليس كذلك؟ الغيبة من الكبائر، والجميع يعرفون كونها من الكبائر، معظم المحرمات ورد فيها الشيء الكثير يعني في كتاب الله عز وجل في السنة في كتاب. ومع ذلك تجد في مواقع التواصل خصوصا، لكن أيضا في غيرها، تجد سمعت فلان الفلاني العالم الداعية كذا، والله يبدو أنه فعل كذا وكذا، يبدو أنه يقولون إنه، سبحان الله، تهدر ذلك كله، تهدر اليقين، تبطل اليقين بهذا الشك بقيل وقال. واضح؟ فإذا هذا يجرنا إلى وجوب إعمال فقه الموازنات عند الحكم على الأشخاص والهيئات. هيئة جماعة من الجماعات، من حقك أن تنتقدها كما تشاء، وأنا أنتقد الجماعات، فعلوا وكان ينبغي أن يفعلوا ولم يفعلوا، لكن هذا النقد المخصوص. الحكم الإجمالي لا، لابد من موازنة بين الخير والشر، لا يمكن أن أفعل كما يفعل بعض الناس، يسوي بين الجلاد والضحية، يسوي بين المسلم المستقيم الذي أخطأ في اجتهاده وبين الفاجر أو حتى الكافر المسلط عليه، المسلط على ذلك المسلم، يسوي بينهما، كلهم مخطئون، كلهم في سلة واحدة، كلهم كذا، هؤلاء هم الذين جروا علينا هذا كذا وكذا. لا، خطأ، لا بد من موازنة بين الخير والشر، لا بد من أن تعتبر ماضي هؤلاء تلك الجماعة أو هؤلاء الأشخاص، لهم ماض في الدعوة، لهم سابقة خير، يا أخي لهم شيبة إسلام، منهم من شاب في الإسلام، منهم من أفنى عمره في تحفيظ أولاد المسلمين القرآن أو في تعليمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتهد في قضية فأخطأ تنسفه نسفا؟ كلا، لا يكون هذا. فالأصل إذن المتيقن هو هذا، واليقين لا يزول بالشك. أيضا قريب من الأول، الأصل في المسلم البراءة والسلامة والعدالة، والأعراض حفرة من حفر النار، الأعراض حفرة من حفر النار، لا أدري كيف يستسهل الناس الكلام فيها اليوم. قبل بضع سنوات صحافة العار وصحافة الفضائح عندنا تتبعت رجلا ومرأة من أهل الخير، وذكروهما بأشياء كان من يعني أن تقول الصحافة ذلك، يعني مفهوم، هذا جهدهم وهذا مبلغ تدينهم، ليس هذا الإشكال. الإشكال في بعض لاحظ، في بعض المستقيمين الذين وجدوا الفرصة سانحة لأجل الاختلاف في الاجتهاد الفقهي أو المذهبي أو الطائفي أو كذا، اختلاف معين أو السياسي أو غير ذلك، وجدوا الفرصة سانحة فولغوا في الأعراض. هذه صعبة جدا، هذه صعبة، ويمكن أن تنسف جهدك الدعوي، يمكن أن تهدم كل ما أنت مقبل عليه.
فبسهولة بالغة فعلوا كذا وفعلوا كذا. لا يا أخي، اليقين لا يزول بالشك. ونحن لأجل هذا كله أمرنا بالحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. لم نؤمر بالتنقيب في قلوب الناس وصدورهم، وإنما أمرنا بماذا؟ أمرنا بأن نحكم على ظواهر الناس. قد يكون الشخص منافقا يظهر الخير وهو من أهل النفاق، نعم قد يكون. لم أمر بالتنقيب عن قلبه، ولا سبيل لي إلى ذلك. لو أمرت به لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق. لا يمكنني أن أعرف ما في قلوب الناس، فأنا المطلوب مني أن أحكم على ظواهر الناس فقط، فأحكم بالظاهر. إذا كان الظاهر خيرا فهذا عندي يقين لا يزول بالشك، وهذا عندي أصل لا يرتفع إلا أن يأتي يقين يرفعه، يقين كالشمس في رابعة النهار. واضح؟ غير هذا لا. الأصل أن هذا مسلم، الأصل أن هذا مستقيم، الأصل أن هذه أخت متدينة مستقيمة وفاضلة، وهكذا. جميل. ثالثا، في إطار اليقين الشك كذا، في زمننا صارت الأخبار كثيرة إلى درجة التخمة، وتخمنا بالأخبار، ومن لم يأخذ الأمر بحزم وجد فإن الأخبار تغرقه، يضيع في زحمتها ويغرق في أمواج الماجريات المتتالية المتتابعة ليل نهار. لكن إذا حزمت نفسك يمكن أن تخرج من هذا كله ولا تغرق فيه. فلا بد من التثبت في الأخبار، ولا بد من الحذر من أخطار الإشاعات. كم من الأفكار الباطلة بنيت على أخبار زائفة، واضح؟ هذا موجود. الأفكار تبنى على الأخبار، يعني واضح. لكن المشكلة حين تكون الأخبار زائفة تكون الأفكار المبنية عليها باطلة. كم من الإشاعات تهدم بها بيوت، تنسف بها دعوات، يلحد بسببها أشخاص، ينتكس من أثرها أناس كانوا يعني على يعني لم يكونوا راسخين في إيمانهم إلى غير ذلك. فلا بد من الحذر، الإشاعات خطيرة جدا. ومن أين تأتي الإشاعة؟ طبعا الحال هنالك الذين يخترعون الإشاعة، هؤلاء كذبة لا كلام لنا معهم. لكن هناك الذين لا يخترعونها، وإنما أتوا من تتبعهم للأخبار، كثرة تتبع الأخبار والحرص على الكلام في الأخبار يؤدي إلى الإشاعة ولا بد، شئت أم أبيت. لأنني هناك تجارب معروفة في هذا المجال يمكن أن ترجعوا إليها. أنا أقول الخبر يبقى خبرا، أتولى كبره صوابا كان أو خطأ، لكن حين يأتي 100 من الناس أو 1000 من الناس كلهم ينقلون هذا الخبر، هل تظن فعلا أنهم كلهم سينقلون الخبر كما قلته بالضبط ويوثقونه ويقولون قال فلان ويأتون بذلك بالفاصلة وبالنقطة وبدون تحريف؟ لا، سيتصرفون، سيروون بالمعنى، سيروون بحسب ما فهموا مني. 1000 وراءهم 1000 وراءهم 1000 تصبح إشاعة زائفة خطأ لا أصل لها. فإذا أنا أتعجب يعني من هذا الحرص عند الناس على نشر الخبر. يا أخي خلاص، هنالك قنوات معروفة تنشر الأخبار، اتركهم وما تولوا يتحملون مسؤوليات هذه الأخبار التي ينشرونها. أنت ولا بد تأتي إلى صفحتك على الفيسبوك لتقول قالوا كذا، فيأتي الآخر يأخذها منك على أنها مسلمة والحال أنها ليست مسلمة، قيل كذا، قال صارت قيل، صارت يبدو، صارت يقين، صارت شك، كل واحد يصنع منها ما يشاء، والنتيجة أن الخبر الأصلي الصحيح يضيع، هذا إذا كان صحيحا في الأصل يضيع، والذي يصبح تشوهات الخبر.
ولو جئت أضرب لكم الأمثلة، أعطيكم أمثلة يعني شيء خطير جدا وكثير. شوفوا قضية ما وقع للطفل المسكين ريان رحمه الله تبارك وتعالى. أنا رفضت أن أتكلم في الموضوع في زمنه. لما رفضت ذلك؟ معناه كان بالإمكان أن أدخل كما يفعل جميع المؤثرين وأقول رحمه الله وكذا، وأنا أتابع كذا، ووصلوا إلى مترين، ووصلوا إلى 3 أمتار، وبقي 20 سنتيمترا، ويبدو أن الحائط صخري، ويبدو أن الحائط رملي، وكلام في كلام في كلام في كلام. اختراع للخبر غير الموجود، الخبر غير موجود أصلا، لأنه لا أحد يعرف ما يجري على جهة التحقيق. وحرصكم معاشر الناس على الخبر وحرصكم على البحث عنه والجد فيه ونشره هو الذي يؤدي بالناس إلى اختراع الأخبار ويؤدي إلى الإشاعة. إذا هناك مسألة أخرى تقع للدعاة كثيرا، خلينا الآن من اتركونا من الإشاعات ومن الأخبار الزائفة، التوثيق العلمي للفكرة، التثبت من الحقائق وتوثيقها بشكل علمي إحصائي قبل جعلها فكرة دعوية تنشر في الناس. وقل من يفعل ذلك. أنتم لا يخفى عليكم قضايا كوكب اليابان، دعاة وقعوا في مثل هذا. يأتي إلى قصة ما ندري هل هي صحيحة أم لا، أو إحصاء قد يكون صحيحا قد لا يكون صحيحا، لا يوثق القضية بشكل علمي، في اليابان في كوريا في كذا، ثم ماذا في كوكب اليابان يفعلون كذا وكذا. يعني القضية التي ربما فعلها 1 أو 2 أو 10 أو 100 من اليابانيين الذين يعدون بملايين تصبح شيئا مضطردا عند اليابانيين، هكذا يفعلون، هكذا يفعل الغربيون، لو كان هذا عندنا لفعلنا كذا. تعميمات لا أصل لها، وأنتجت أفكارا خطيرة جدا أهلكت الوعي لدى خلق من الناس، أهلكت الوعي لدى خلق من الناس. خلق من الناس أصيبوا بإحباط أو أصيبوا بكره للذات وجلد للذات، أو أصيبوا برغبة عارمة في التخلص من هذه الأمة التي هم فيها، أمة التخلف هذه، أصيبوا بإعجاب وانبهار أمام الحضارة الغربية أو أمام اليابان أو أمام كوريا أو ما أدري، أصيبوا بتشوهات فكرية خطيرة جدا بسبب هذا الخطاب الدعوي المبني على الشك في موضع اليقين، عدم التثبت في الحقائق، عدم توثيقها بشكل علمي. من التطبيقات أيضا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الداعية يجب أن يعتمد في مجال الأحكام العقدية والفقهية على المتيقن فيه. أتكلم هنا عن الداعية غير المتخصص الذي ليس عالما، العالم له كلام آخر، لكن الداعية غير المتخصص يجب أن يعتمد على المتيقن فيه من الأحكام العقدية والفقهية. عند ماذا؟ عند خطابه للعامة، عند دعوته الموجهة للعامة، وأن يترك الخلافية المشكوك في صحته. نعم، إذا كان يدرس طلبة طبعا حالة يكلمهم على قدر مستوياتهم ومؤهلاتهم، فيكلمهم بالخلافية وبالإجماعي، لكن عندما يدعو الناس لا يمكن أن تدعو الناس إلى الخلافيات، بل عليك أن تدعوهم إلى أصول الدين الكبرى، أي إلى الأمور الوثاقية، إلى الأشياء اليقينية. في مجال العقيدة لا معنى لأن تخوض مع العامة، أقول أن تخوض مع العامة في تفصيلات عقدية لا تطلب منهم ولا تدركها ولا تصل إليها مداركهم، وإنما تكلمهم بما يستطيعونه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يستطيعون، بما يطيقون، حدثوا الناس بما يطيقون، كما قال علي رضي الله عنه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه قاعدة عامة. إذن حدث الناس بالأصول الكبرى، أصول الإيمان، أصول التوحيد،
إلى غير ذلك في الفقه، بالأمور الفقهية الكبرى، بأمور الصلاة وكذا وكذا، لكن لا تأخذ معهم في التفاصيل التي لا يستطيعون فهمها وإدراكها، وهذا مجاله واسع جدا. ننتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هي المشقة تجلب التيسير. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي أدلة أخرى كثيرة من الكتاب ومن السنة. القاعدة ماذا تعني؟ تعني أن الأحكام التي يمكن أن يترتب على تطبيقها حرج على المكلف في نفسه أو في مثلا بدنه، في ماله، في كذا، فإن الشريعة الغراء تخفف على المكلف في ذلك لكي لا يقع في إحراج ولا في عسر. بعبارة أخرى، التيسير مقصود للشرع. أنا في دورة المقاصد التي عقدتها مع يعني جامعة الكويت كنت قد ذكرت هذا، ونقلت ماذا كلاما للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يدور على هذا المعنى. معنى التيسير مطلوب في الشرع ومقصود للشرع. الأمثلة أكثر من أن تحصى، يعني مثلا رخص السفر، القصر وقصر الصلاة والفطر في الصيام الواجب في السفر، والجمع بين الصلاتين لمن يحتاج إلى ذلك، مثلا الرخصة للمريض في أن يصلي قاعدا أو مضطجعا إلى غير ذلك. بل فقه الرخص كله داخل في معنى هذه القاعدة، أن المشقة تجلب التيسير. هنالك قواعد فرعية كثيرة متفرعة عن هذه القاعدة، منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، واضح. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا وجد في الأمر شيء من الضيق فإن الشرع يقصد إلى توسيعه. هنالك قاعدة فرعية تقيد هذا الذي ذكرناه، وهو ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هنالك أشياء أبيحت في الشرع لأجل الضرورة، يعني هي في الأصل محرمة، ثم أبيحت للضرورة على جهة الترخيص، فحينئذ لا ينبغي أن يتوسع المكلف فيها حتى تتحول من رخصة الأصل فيها التضييق إلى عزيمة الأصل فيها التوسع. فلأجل ذلك القاعدة تقول: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إذا كانت مثلا الغصة لا يمكن أن تزول بجرعة من الخمر، ما وجدت ماء ولا أي شيء إلا جرعة من الخمر، فإنك تسيغ الغصة بجرعة الخمر ولا تتوسع فتشرب القنينة كلها. هذا فعل أهل العربدة والسكر والعياذ بالله. وهكذا، فإذا الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. من القواعد: ما جاز لعذر بطل بزواله. إذا كان هنالك شخص إذا كانت هنالك شيء محرم في الأصل وإنما جاز بعذر خاص، فإنه حين يزول العذر نرجع إلى الأصل. هنالك قاعدة أخرى، ولكن هذه قاعدة لن أخوض في تفصيلها الآن في بعض الصعوبة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. تفصيل الكلام فيها أنا لا أخوض فيه الآن. تفصيل الكلام فيها كنت قد ذكرته في بعض الأشرطة أو في بعض المحاضرات السابقة إلى غير ذلك. الآن التطبيقات الدعوية، من أعظم التطبيقات في هذا المجال البعد عن التكلف والتنطع وتحميل الناس ما يشق عليهم أو ما ينفرهم في دين الله عز وجل. في ماذا؟ في الأحكام الشرعية التي يدعو الداعية إليها.
أنت في دعوتك لا تتكلف أن تثقل على الناس، أن لا تأمرهم إلا بالأشياء التي لا يستطيعونها أو يستطيعونها بصعوبة بالغة وبمشقة كبيرة. إياك والتنطع، هلك المتنطعون. إياك والتكلف، إياك والغلو في الدين. حتى لو فرضنا أنك عندك طبع يميل إلى التشدد، فليكن تشددك في نفسك، وإن كان التشدد في نفسه ليس مطلوبا، لكن شدد على نفسك كما تشاء، لكن لا تشدد على الناس، خاصة حين تكون في مقام ينظر فيك إليه وتعد قدوة، لست كغيرك من الناس، فحين تقول الكلمة يكون لها وقع وأثر. فلأجل ذلك لا تشدد على الناس ولا تكلفهم إلا ما كلفهم الله به. ومتى وجدت سبيلا إلى التيسير فيسر سبيلا شرعيا، وقدوتك في ذلك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فأنت نفس الشيء في الدعوة، في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا وجدت سبيلا، سبيلين كلاهما شرعي، أحدهما أيسر على المكلفين، فهو الذي تسلكه، هو الذي تدعو الناس إليه. هذا في مضمون الدعوة، مضمون ما تدعو إليه. هنالك شيء آخر هو في أساليب الدعوة. الدعوة ذكرنا آنفا أنها أسلوب ومضمون. إذن المضمون ينبغي أن يكون بعيدا عن الغلو والتنطع والتشدد والتزمت، وكذلك الخطاب أي أساليب الدعوة المستعملة ينبغي أن يكون فيها شيء من التيسير ما أمكن. يعني مثلا تأتي لدعوة صبيان أو مراهقين لم يألفوا أن يسمعوا محاضرة قط، أكثر ما يسمعونه هو يعني مما هو كلام هكذا، مقطع من 5 دقائق أو دقيقة أو دقيقتين، حتى إذا فاتت دقيقتين يقول لك أطلت علينا، ويسرع خاصية التسريع لكي يكون الكلام سريعا، ويفعل كل شيء لكي لا يستمع الكلام كله. إذا كان هؤلاء الذين تدعوهم هم هكذا، فينبغي أن تراعي ذلك. لا معنى لأن تأتي إليهم تجلبهم إليك ثم تفرض عليهم محاضرة طويلة من ساعة أو أكثر، هذا لا يطيقونه، وقطعا سينتقلون من حال الاستماع إلى حال النوم ولو كانوا يفتحون أعينهم حال النوم. كذلك كنت أتذكر قديما، يعني قبل نحو 20 سنة، أحد الإخوة غفر الله له تزوج، وكان عنده شيء من الحماس وكذا، يريد أن يدعو زوجته. الرجل يعني أثقل كاهلها بشكل خطير جدا، يعني في المجالات الدعوية، يعني هذا وهما في حديث عهد بزواج، يعني في الأسابيع الأولى كل يوم يطلب منها أن تسمع محاضرة وأن تلخصها وأن تراجع كذا من القرآن وأن كذا، خطأ، هذا خطأ. وهكذا فيعني لا تثقل على الناس في الأساليب، كما أنك عليك أن لا تسلك بهم أشد المسالك في المضامين. تطبيق ثالث هو أن الأعذار إذا بطلت كما ذكرنا في قاعدة فرعية وجب الرجوع لأصل العزيمة وعدم الاستمرار على الترخص للتيسير. يعني مثلا بعض الناس، بعض الدعاة يأخذ قاعدة يأخذها من بعض العلماء وكذا للتيسير، فرع فقهي ميسر، فيستمر على بثه في الناس مطلقا حتى يصبح هو الأصل، مع أن العذر الذي من أجله، العذر الذي من أجله وجدت هذه الرخصة أو أفتى من أفتى بهذا الترخيص
لم يعد موجودا هذا العذر، بطل هذا العذر، فينبغي أن نرجع إلى الأصل، إلى أصل العزيمة. واضح؟ لهذا أمثلة خاصة في بلاد الغرب، في الفتاوى المعدة للمسلمين في الغرب يفعلون مثل هذا كثيرا. يعني تجد الداعية يسمع مثلا بأن مثلا في أيام 11 من سبتمبر وكذا واقع تضييق شديد على بعض النساء في بعض البلاد الغربية وكذا، أجاز من أجاز بغض النظر عن صحة المسألة أو عدم الصحة، أجاز من أجاز للمرأة في مثل هذه الظروف التي اشتدت فيها كراهية المسلمين، أجازوا لهذه المرأة أن تزيل حجابها إلى غير ذلك. هذا العذر لم يعد موجودا منذ زمن في بلاد الغرب فضلا عن غيرها، لكن بعض الدعاة ما يزال إلى الآن يلوك مثل هذه الفتاوى للأسف الشديد. ما يزال كلما وجد امرأة يعني عندها شيء من التردد في قضية الحجاب، والله إذا كان عندك صعوبات في الحجاب فيمكنك أن تزيليه وكذا وكذا وهكذا. فهنا تطبيقات كثيرة ينبغي الحذر منها لكي لا يقع الداعية في تميع الدين. من التطبيقات أننا علينا أن نعلم أن الداعية إذا واجه واقعا صعبا يحتاج إلى صبر وتدرج، فهذه حالة مشقة دون شك، ويعني لا تكاد توجد دعوة اليوم إلا وهي تواجه مثل هذه المشقة. فهذه المشقة تستلزم يعني فيها عسر وكذا، تستلزم تيسيرا، لأن المشقة تجلب التيسير، فلا بد إذن من التيسير لمواجهة هذه الحالة، التيسير بالتدرج، لأن الدعوة واجبة، لأن الوصول إلى هذه الغاية، الوصول إلى ذلك واجب، فنتدرج لكي نصل، لأنه لا يمكن الوصول إلى تلك الغاية إلا بهذا التدرج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا من تطبيقات المشقة تجلب التيسير. كذلك حين يصطدم الداعية ببعض المعوقات التي لا يمكن أن يخلو منها طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب الداعية أن يسعى إلى مواجهة هذه العوائق بقدر جهده وطاقته، فما تيسر له من ذلك فبها ونعمت، وما عجز عنه فإنه يكون معذورا فيه ولا يعاتب على ذلك. لما؟ لأن المشقة تجلب التيسير. إذن هذا ما يمكن أن نقول عن القاعدة الثالثة. نقف هنيهة لأجل صلاة المغرب عندنا، ثم نرجع لإكمال القاعدتين الرابعة والخامسة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القاعدة الكلية الرابعة هي قاعدة الضرر يزال، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودليلها الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى القاعدة أن كل فعل فيه ضرر على المكلفين فإنه يكون حراما، وتنبني عليه كل نتائجه من جهة العقوبة أو التعويض المالي وما أشبه ذلك. وإذن القاعدة تعني تحريم كل نوع من أنواع الضرر، ويشمل ذلك الدفع والرفع، أي يشمل دفعه قبل وقوعه ورفعه إذا ما وقع. وهذه القاعدة تتفرع عليها قواعد في غاية الأهمية،
منها قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، ومنها القواعد المتعلقة بالمقارنة بين المفاسد والمصالح، كقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وما أشبه ذلك. فقواعد الضرر والمفاسد ومقارنتها بالمصالح هذه من أهم قواعد الشريعة دون شك، بل هي نظرية متكاملة. يمكن أن نتحدث عن نظرية الضرر في الفقه الإسلامي. أما التطبيقات الدعوية فأكثر من أن تحصى، كثيرة جدا، ولا نحتاج إلى تفصيل كثير لنترك المجال لشيء من المناقشة أو الأسئلة. من ذلك أن الإضرار بالمسلمين حرام، فيدخل في هذا الإضرار مطلق الإذاية، كالكذب واغتياب المسلمين والافتراء عليهم والوشاية بهم عند حاكم ظالم، وإن تدثر جميع ذلك بدثار الدعوة إلى الله عز وجل. ومن الناس للأسف الشديد من المنسوبين إلى الدعوة من يستحل بعض ذلك، تجد بعضهم لا يجد إشكالا في أن يفتري على خصمه في الحقل الدعوي، أو أن يغتابه كما أشرت إلى ذلك آنفا، أو أن يشي به عند ظالم ويعني يفرح بوقوع التسلط والظلم عليه وما أشبه ذلك. هذا كله حرام دون شك. ثم من التطبيقات الدعوية الكبرى أن مصلحة الدعوة معتبرة، وفي الحقيقة هذه القضية قضية كبيرة جدا. لو أننا عقدنا محاضرة كاملة لهذه القضية وحدها لكان مناسبا، أو ربما ما كفى ذلك. لما؟ لأن الكلام عن مصلحة الدعوة وهل تعتبر أو لا تعتبر، وما مقدار اعتبارها إن اعتبرت، وما الذي ينبني على اعتبارها من مخالفة للنصوص أو لبعضها أو لبعض الأحكام الشرعية أو ما أشبه ذلك، يعني هذا مجال واسع جدا. وما يزال الدعاة والمشتغلون بالدعوة خاصة في الجماعات الإسلامية ونحوها ما يزالون يناقشون هذه الأمور منذ عقود، يعني منذ أكثر من 40 سنة، وما تزال كثير من هذه القضايا لم تحسب. فنحن نقول على جهة الاختصار الشديد، اعتبار مصلحة الدعوة هذا شيء مقبول، مصلحة الدعوة معتبرة، ولكن كغيرها من المصالح، أي لا بد من تقييد ذلك بقواعد المصالح والمفاسد، بقواعد المصالح والمفاسد. ومن ضمن ذلك أننا حين نتكلم عن مصلحة الدعوة فإننا ننظر إلى المفاسد التي يمكن أن تجر إليها، ثم تقارن هذه المصالح بتلك المفاسد، وهذه المقارنة لا بد من أن يدخل فيها اعتبار الدنيا والآخرة، وهذا من أهم الأمور، الدنيا والآخرة، الدين والدنيا. واحد، بمعنى أننا حين نتكلم عن المصلحة في الدعوة أو في غيرها، المصلحة عموما، ليس المقصود بذلك مطلق المنفعة المادية كما قد يظنه بعض الناس، بل المصلحة في شرع الله عز وجل تشمل إلى جانب المنافع المادية التي يمكن أن يحصلها الناس منافع أخرى هي أولى بالاعتبار، كالمنافع الروحية وكرضا الله عز وجل والآخرة، وأن الآخرة مقدمة على الدنيا في الاعتبار، وما أشبه ذلك من المباحث. وهذا مبسوط في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وكنت قد أشرت إلى هذا في دورة المقاصد، فلا أرى أن أعيد الكلام فيه. وهذه يعني من الأشياء التي تحتاج إلى بسط وإلى استدلال وإلى نقول عن الشاطبي وغيره،
لأن هذا الأمر من أشد ما يقع الاختلال فيه عند كثير من المشتغلين بالمجال المقاصدي عموما، وتطبيق ذلك في مجالات الدعوة على جهة الخصوص. القاعدة الخامسة هي قاعدة العادة محكمة، ودليلها قول ربنا سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ودليلها أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لامرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه من بين الأدلة النصية على أن العرف معتبر في الشرع. ومعنى القاعدة أن العادة والعرف يعتبران من ضمن الأدلة التي يرجع إليها في الأمور الشرعية التي ليس لها تحديد في النصوص. فكل ما ليس له حد واضح في النص فالمرجع فيه إلى العرف. مثلا نفقة الزوجة على زوجها واجبة، لكن ما مقدار هذه النفقة؟ النصوص الشرعية لم تحدد ذلك. وما كان يصلح من نفقة في مثلا زمن النبوة أو زمن الخلافة الراشدة لا يصلح في عصرنا، لأن حاجات الناس المادية متجددة ومختلفة. فكيف نعرف الواجب الذي يجب على الزوج في نفقته على زوجته وكذلك في نفقته على أبنائه مثلا؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعرف. بالعرف فتحديد المقدار المطلوب يرجع فيه إلى عرف الناس. فما جرى في عرف الناس في عادتهم المضطردة يعمل به في مثل هذه المجالات التي ليس فيها تحديد في النصوص الشرعية. واضح؟ وكذلك يعني في بعض الأشياء التي تنبني عليها عقود معينة. واضح؟ يعني مثلا حين يجري عرف الناس أو عادتهم على يعني في التقابض مثلا في عقد البيع، أو شروط معينة جرت عادتهم بها في عقودهم، فهذه الأعراف ما دامت لا تخالف الشرع، يعني ليس فيها، لا تؤدي إلى غرار ولا إلى ربا ولا إلى شيء، ما دامت لا تؤدي إلى محرم شرعا وكانت معتادة للناس وداخلة ضمن أعرافهم، فإنها تعد مثل الشروط التي يشترطها المتعاقدان فيما بينهما. ولذلك قالوا من ضمن القواعد العرفية، من ضمن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الكبرى، قالوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الذي يتعارف الناس عليه يشبه الشرط الذي يشترطونه في عقودهم. يدخل في هذا المجال أشياء كثيرة وقواعد كثيرة، منها قولهم مثلا: الحقيقة تترك بدلالة العادة. ومنها قولهم: الإشارة المعهودة كالبيان باللسان. ومنها القاعدة التي ذكرت: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومنها المتعارف عليه بين التجار كالمشروط فيما بينهم، إلى غير ذلك. والعرف معتبر عموما عند الفقهاء كلهم، لكن للمالكية مزيد عناية به. فمراعاة العرف من ضمن أدلة المالكية المعتبرة، ولهم في ذلك تفصيل وكلام ليس هذا موضعه. ومما يدل على هذا المعنى أن من أعظم الأصول التي امتاز بها المالكية عن غيرهم عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة هو يرجع في جزء كبير منه إلى هذا المعنى، أي إلى معنى ما تعارف الناس عليه في المدينة وعملوا به في الزمن الذي كان قبل مالك رحمه الله تعالى، حيث أولاد الصحابة وأئمة التابعين متوافرون بالمدينة. فهذا يرجع إلى معنى العرف، واستمر هذا المعنى في المذهب المالكي حتى كثر عندهم الحديث عن العمل، ما يسمونه العمل، ليس عمل أهل المدينة ولكن العمل المخصوص في بلاد معينة وفي أقطار مشتهرة
كالعمل الفاسي، أي عمل أهل فاس وعمل أهل قرطبة وعمل أهل القيروان وما أشبه ذلك، فهذا كله يرجع إلى الأعراف. حين يقال العمل لا يقصد بذلك أنهم يجعلون عمل الناس وعرفهم في مواجهة النصوص، إنما في الأشياء التي لا نص فيها وليس فيها مخالفة للشرع فيعمل بعمل الناس وأعرافهم. طيب، تطبيق هذا يعني له مجالات كثيرة، من بينها قضية تأثير اختلاف البيئة في الأساليب الدعوية. واضح؟ فمن الاختلالات العظيمة التي ينبغي الحذر منها أن تطرد أساليب دعوية صالحة في بيئة معينة إلى غيرها من الأمكنة، وكذلك في المضامين الدعوية، في الأساليب وفي المضامين. يعني هنالك فتاوى، هنالك، وهذا قد أشرت له في محاضرتي في المحاضرة السابقة، هنالك فتاوى وأحكام شرعية، هذا في المضامين، هنالك أساليب في الخطاب يمكن أن تصلح في هذا البلد الإسلامي ولا تصلح في بلد آخر، يمكن أن تصلح في بلاد الغرب ولا تصلح في بلاد المسلمين أو العكس وهكذا. فهذا كله راجع إلى قضية العادة محكمة، أي إلى اعتبار العرف في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوبا ومضمونا. وأيضا يدخل في هذا المجال أنه إذا تعارف الدعاة إلى الله عز وجل على طرق ومناهج وأساليب معينة في الدعوة، فإن ذلك يكون عرفا مقبولا ما دام لا يخالف الشرع. فلا يقال طيب من أين جئتم بهذا، هذا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله الصحابة، لا، هذا كغيره من الأعراف التي يتعارف الناس عليها، كما يتعارف التجار اليوم على أشياء، ويتعارف المهندسون على أشياء، ويتعارف الأطباء على أشياء. يمكن أن يتعارف الدعاة على طرق، على مناهج، على أساليب في الدعوة. واضح؟ فتقبل منهم هذه العادة وتحكم فيما بينهم ويقبل منهم هذا العرف ويصبح يعني أصلا يمكن أن يؤخذ به ولا ينكر عليهم التزامهم به. وأمثلة ذلك في المجال الدعوي كثيرة جدا، وأنتم تعرفون ولا شك منها أمثلة ونماذج. فإذا لكي لا نطيل أكثر، هذا ما يمكن أن نقول على جهة الاختصار الشديد جدا في تطبيق القواعد الفقهية الكبرى على المجالات الدعوية المختلفة. ويمكن بطبيعة الحال تنقيح هذا الكلام وتحريره وبسطه وذكر أدلته بما يعني يجعله أكثر فائدة وأكثر تأثيرا، لكن نكتفي بهذا القدر ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وكتب أجركم، لا ندري كيف نكافئكم، ولكن نقول لكم جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. تسمحون شيخنا نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة والاستفسارات. طيب، نبدأ فقط مع الأخ. من أراد يا إخوة لديه سؤال أو استفسار للشيخ يرفع يده إن شاء الله عز وجل نعطيه الهوست يتكلم. طيب شيخ أبو أستاذ أبو حمزة تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. وعليكم السلام. حياكم الله دكتور، حياكم الله، الله يجزيكم خير يا دكتور، وبارك الله بكم وبعلمكم، الله يجزيكم خير ما قصرتم. شيخنا، في جزئية التشدد في الدعوة على الناس، الله يبارك فيكم، يعني هي جزئية صراحة، وجنابك ذكرت البيئة أيضا. أذكر لك أنه نحن الآن في الشمال السوري، وتعرف ماذا يحصل عندنا، ويعني نحن في جهاد الآن، والوضع صعب، يعني ترى كما ترى ضد النصيرية، يعني وفي جهاد وهذه الأمور متعلقة بفقه الجهاد أنتم أدرى به وأحواله. التشدد على الناس في الدعوة إذا قسمناه إلى قسمين، بين العوام وبين طلاب العلم. طيب شيخنا، عندما يكون وجود الظلم
والمظالم كما فعل الإمام أحمد بن حنبل مع السجان. السجان كان موظف ولكن نظر إليه أنه من أعوان من الظلمة، فإذا كان في ظلم ونحن الآن في هذا الجهاد، فهل يحق يعني أنه يبقى هذا مع يعني هنا الداعية يعني ما يعرف كيف يتعامل مع الذي يعمل مع الظلمة كعامي، وكذلك الأمر طلاب العلم الذين لا يثبتون على الحق. كذلك أيضا يحيى بن معين قاطع الإمام أحمد بن حنبل لما لم يثبت في قضية خلق القرآن، فهل هذا من التشدد يعني شيخنا عندما لا يثبت طالب العلم أو لا يثبت العامي في نصرة الظلمة أو لا العامي في نصرة الظلمة أو طالب العلم على الحق يعني قول كلمة الحق؟ وكله سببه على فكرة شيخنا الفاضل مشان للعلم هو يعني الضعف المادي، يعني سببه العمل والمردود المادي للمعيشة، هذا الموضوع الرئيسي. هو بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه القضايا هي قضايا فقهية، فنحن هنا إنما نذكر أصولا عامة، فنقول لا ينبغي التشدد، لا ينبغي التميع، وقد يوافقنا في ذلك أكثر الناس، لكن الشأن في تحديد ما هو من قبيل التشدد وما ليس كذلك. ولذلك هذه المسائل الفقهية يضبطها أهل الاجتهاد العارفون بأحوال الواقع والعارفون بالشرع، والذين يجعلون من وكدهم تنزيل الشرع على الواقع. القضية ليست لا يمكن بهذه السهولة أن نجيب في مثل هذه القضايا، لأنه لا بد من معرفة المآلات التي تنبني على مثل هذه الفتاوى، ومن معرفة حقيقة الواقع وكيف هو، لأن الواقع متغير جدا، وأيضا لأنه يعني حتى في قضية نصرة الظلمة ولا غير نصرة الظلمة يعني القضية ليست بهذه السهولة. وحتى الذين يريدون تيسير الأمر بأن لا يتصور، كأنهم لا يتصورون أنه لا يوجد في تاريخ الأمة إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا يعني محل نظر شديد يعني. ولم يقل قائل من الناس بأن الذين كانوا في زمن أحمد وأجابوا أننا نهدرهم ونهدر حسناتهم ونلتفت إليهم، والحال أن كما لا يخفى عليك كل علماء الأمة زمن فتنة خلق القرآن كلهم أجابوا مكرهين طبيعة الحال، لم يثبت إلا خمسة. لاحظ عدد العلماء في ذلك الزمن يعدون بالآلاف أو على الأقل بالمئات، فأجابوا جميعهم كبارا ومن دونه، الذين ثبتوا خمسة يعدون على رؤوس الأصابع، وقد ذكرهم من يعني ذكره. فلاحظ هذا وقع في القرن الثالث الهجري، لاحظ في أوائل القرن الثالث الهجري بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن يسير جدا، ومع ذلك فأغلب العلماء أجاب، والذين ثبتوا قلة، الذين وقفوا في وجه الباطل قلة قليلة يعدون على رؤوس الأصابع، ومع ذلك كل من جاء من علماء الإسلام أثنوا على العلماء كما أثنوا على أحمد وعرفوا له حقه رحمه الله تعالى، أثنوا على العلماء الآخرين الذين أجابوا مكرهين. فلا يوجد أحد اليوم يطعن في مثل علي بن المديني أو في مثل يحيى بن معين أو في غيرهما من الذين أجابوا مكرهين. فكيف إذا كان هذا في زمنهم، كيف يقال في زمننا؟ ما ينبغي أن نبالغ في هذا الأمر لدرجة أنه يراد من كل علماء العصر أن يقولوا مثل الإمام أحمد، وأن يقولوا مثل قول أحمد، وأن يثبتوا مثل ثبات أحمد. هذا شيء، هذا تكليف للناس بما لا يطيقون. ثم فوق هذا، ما دور غير العلماء في هذا الأمر؟ هذا ينبغي أن يوضح. يوجد اليوم من العلماء ومن دونهم من طلبة العلم ومن الدعاة من قال كلمة الحق بوضوح أو حتى بدون وضوح،
فابتلوا ابتلاء شديدا. ماذا فعلت الأمة لنصرتهم؟ لا شيء. أقصى ما يفعله بعض الشباب الغيورين أن يكتبوا في مواقع التواصل مستنكرين. فهل هذا حق العلماء على الأمة حقا؟ هل هذا حق العلماء على الشباب؟ لو وجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمننا وقال كلمة الحق وابتلي، ماذا كان سيصنع الناس؟ لا شيء، لا شيء، كانوا سيسكتون وسيدخلون إلى مواقع التواصل ويكتبون نسأل الله أن يفرج عن الإمام أحمد، لا أقل ولا أكثر. فالمشكلة ليست في العلماء وحدهم، المشكلة ليست في قضية ينبغي قول كلمة الحق، ما هو كلمة الحق معروفة عند الجميع. المشكلة في يعني في الأمة كلها، الشباب لا يقومون بأدوارهم، العلماء لا يقومون بأدوارهم، الحكام أغلبهم أنتم تعرفون حالهم، العاملون، كل الأمة في الهوى سوى كما يقال. يعني ما ينبغي أن نصل إلى هذه المرتبة، مرتبة أننا نظن أنه إذا يعني وجد الإمام أحمد مثل الإمام أحمد فستحل مشاكل الأمة. لا، لن تحل. إذا وجد مثل صلاح الدين الأيوبي فستحرر القدس. لا، لن تحرر بمثل صلاح الدين الأيوبي، لأنه لا، نحتاج إلى جيل صلاح الدين، نحتاج إلى جيل أحمد، نحتاج إلى أمة كأمة أحمد وكأمة صلاح الدين. وإلا هذه الفكرة الرجل الأسطوري الخارق الذي سيأتي ويحرر الأمة، لا، ما فكرة غير صالحة، فكرة لا تؤتي أكلها. وبارك الله فيكم، قضية التشدد أو التميع ربطها في كل كلام، في كل سياق، بكلمة الحق، قول كلمة الحق، العلماء، العلماء. قضية ليست هكذا، قضية أكبر من هذا بكثير. ولو كنا نعرف أن القضية تحل فقط بهذا الأمر، بقضية أن يقول العلماء كلمة الحق، ما نحن نعرف. في القضية السورية بالضبط قال العلماء كلمة الحق، فماذا وقع؟ لا شيء، بالعكس وجد ما وجد من الإشكالات، وأنتم تعرفون. ما نريد أن نخوض في هذا حقيقة، لكن القضية أكبر من هذا يا أخو، القضية أكبر من هذا بكثير. وحال الأمة أخطر، ومرض الأمة ليس محصورا في علمائها وإن كانوا جزءا من مرض الأمة. بارك الله فيكم، ليس في كل نقاش، في كل كلام، في كل موضوع احنا نتكلم عن القواعد الفقهية في الفتنة، لابد أن نتكلم عن العلماء وعن كلمة الحق وعن وعن. لا، قضية أكبر من هذا بكثير، بارك الله فيكم. طيب، سؤال آخر. جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأخ عمر، تفضل أستاذ عمر، رفع يده. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية شيخنا المبارك، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، أنتم والإخوة القائمون على هذا المشروع الطيب، وشيخنا البشير بشرك الله بالجنة أنت وجميع الإخوة. أقول شيخنا بخصوص قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليوم نجد بعض الفتاوى التي ظهرت جديدا في الفترة الأخيرة تخالف الإجماعات السابقة. يعني على سبيل المثال الحصر، مثل الفتاوى التي تتبنى موضوع معايدة الكفار في أعيادهم الشركية، وهي بذلك خلفت الإجماعات السابقة، فهل نقول أنهم بذلك، أن هذا الفعل وهذه الفتاوى تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أم لا تدخل؟ الأمر الآخر شيخنا بخصوص موضوع الأحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد إن خالفت الأحاديث المتواترة، هل أيضا تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أم لا تدخل؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة بارك الله فيكم، المسألة الأولى، وهي بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة ب الذين يخالفون إجماعات أو يخالفون حتى أصول الدين الثابتة، في الحقيقة أنا لا أرى أن هذا يدخل في اليقين لا يزول بالشك، لأن الكلام، لأن كلامنا في قضية اليقين والشك نتحدث فيه عن يقين شرعي وشك شرعي، أي أن يكونا معا مبنيين على أصول شرعية. أما الذين يبنون كلامهم على ثقافة غربية غالبة مهيمنة وينسبون ذلك إلى الشرعي،
فليس ذلك من قبيل الشك المشروع الذي يصلح أن يزال به يقين المشروع. في الحقيقة كأن هذا الموضوع الذي تطرحه ليس داخلا في كلامنا عن اليقين والشك، لأن بعبارة أخرى نحن في مقارنة اليقين بالشك نجلس ويعني لا يكون لدينا من الترجيح سوى أن هذا شيء متيقن منه وهذا مشكوك فيه. أما في مواجهة هذه الأباطيل القضية أكبر من ذلك، يعني نحن لا نبطل هذه الأباطيل فقط لأنها يعني هذا مشكوك فيه وما عندنا من إجماعات وكذا هذا متيقن منه، لا، القضية أكبر من ذلك، هذا مخالف للشرع وهذا هو الشرع، هذا مخالف مبطل لأصول الدين وهذه هي أصول الدين. فهذا ما أردت ذكره في هذا الموضوع. بالنسبة لقضية الأحاديث والمقارنة بين الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحادية، هل نعمل فيها بهذه القاعدة؟ نعمل بهذه القاعدة، ليس بهذا الشكل الذي ذكرته الآن اليقين والشك، ولكن نعمل هنا القاعدة التي أصل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فهو حين تحدث عن تعارض العقل والنقل قال في الحقيقة لا يوجد عقل صريح يخالف النقل الصحيح، هذا لا يمكن. إن وجدت المعارضة الظاهرة بينهما فذلك إما لأن العقل غير صريح أو لأن النقل غير صحيح. وقال المعارضة الحقيقية ينبغي أن ينظر فيها إلى اليقينية والظنية بغض النظر عن كون الدليل عقليا أو نقليا، وإنما ينظر في كونه يقينيا أو ظنيا. فالدليل اليقيني مقدم على الدليل الظني، الدليل اليقيني عقليا كان أو نقليا مقدم على الدليل الظني عقليا كان أو نقليا. وذكر الصور كلها، يعني اليقيني لا يمكن أن يتعارض مع اليقيني إلى آخر. فإذا علم هذا فتطبيقه في سؤالكم بارك الله فيكم واضح، وهو أن الأحاديث المتواترة تفيد اليقين بإجماع، واضح؟ أما الأحاديث الآحادية فهي من حيث الأصل تفيد الظن، من حيث الأصل تفيد الظن ولا ترتقي إلى إفادة اليقين إلا إذا احتفت بها القرائن. هذا هو الصحيح الذي رجحه خلق من المحققين من العلماء. أما الحديث الواحد بنفسه فلا يفيد اليقين، إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين. فإذن إذا كان يفيد اليقين فهذا تعارض بين يقينين، ينظر حينئذ في حقيقة هذا التعارض لأنه قد يظن التعارض ولا تعارض. وإذا كان الحديث الآحادي لم تحتف به القرائن فهو على الأصل ظن، وحينئذ اليقيني الدليل المتواتر اليقيني مقدم على الظني. هل نقول هذا حتى في القرآن مع حديث الوحي؟ نعم نقول هذا، لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال هو في هذا الذي يسمى تعارضا، هل هو تعارض حقيقي؟ فكثير من الناس يقول هذا حديث ظني وهذه آية القرآن أو حديث متواتر، فأقدم الآية وأقدم الحديث المتواتر، وليس الأمر كذلك، لأنك إنما تلجأ إلى الترجيح فتقول هذا مقدم على ذلك. حين تقول مقدم على ترجيح، إنما تلجأ إلى الترجيح عند تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا. ولذلك إذا وجدنا حديثا مثلا من أحاديث الآحاد خاص ووجدنا دليلا قرآنيا أو من السنة المتواترة وهو عام، فلا نقول نقدم العام على الخاص وخلاص انتهينا، لا، بل يمكننا أن نخصص المتواترة بالآحاد، ويكون هذا التخصيص وجها من أوجه الجمع، وحيث أمكن الجمع فلا وجه للبحث عن الترجيح. فأرجو أن يكون الأمر واضحا، وهو أنه من حيث الأصل نعم يقدم المتواتر على الظني، المتواتر يعني الذي يفيد اليقين يقدم على الظني، لكن الشأن في هذا التعارض هل هو تعارض حقيقي أو هو تعارض موهوم؟ هل
يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع إلى غير ذلك من المباحث. نعم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وكتب أجركم. لعلنا أطلنا عليكم حتى لا نطيل على الإخوة أيضا ويبدو عليكم الإرهاق، الله يبارك فيكم. لعلنا نشكر شيخنا ونختم هذا المجلس بالدعاء له بأن يكتب الله أجره وأجره فيما تحدث إلينا فيما سبق وفيما لاحق، ولا نستغني عنه كذلك. جزاه الله خيرا، وأن يرفع درجته في عليين وأن يرفعه بعلومه في الدارين يا رب العالمين. نشكرك شيخنا، وباسمنا باسمنا منصة كلنا دعاء بأكاديمية الرواد الإلكترونية، وكذلك باسم جميع الإخوة الذين حضروا أو لم يحضروا معنا ولكنهم يشاركون فيما بعد لاختلاف التوقيت أحيانا أو غير ذلك من العوارض، كتب الله أجرك وجزاك الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظكم. السلام عليكم.